الآن أمام رأيين، رأي يقول لك بأنه اتحاد القدم هو من يتحمل مسؤولية هذه المشاكل كلها اللي قاعدة تحصل. تقعد تقول لي والله أنا ما بلغت لأني تهبيط، ما هي كلها تكون منطقيين، غالبية المشاكل الأندية تتحمل والاتحاد تحمل. يعني زي مثلا أبو خالد محمد المكيري يقول لك يا أخي أنشي يا أخي غرفة عمليات عشان يا أخي تحاول تنقذ الأندية من مشاكلها، وفي اراء ثانيه تقول لك لا يا اخي النادي هو المسؤول عن وضعه، ما الاتحاد القدم ما له علاقه. طيب. ما حد طقك على يدك قال لك روح وقع مع هذول. لا هو شف ان انت تسدد عني، يعني كاتحاد سعودي يسدد عن النادي، فهذا لازم يطلع فيه تعميم او قرار اي مبلغ اقل من 100,000 يورو ترى بنسد. انا معك بس انه يطلع الموضوع يطلع اقل من 100,000 يورو مثلا ماني براجع لك، ترى بسدد بخصم المستحقات. الاتحاد اقل ممكن سدد. يعني انا اقول لك كذا، ولكن مثلا قضيه الاتحاد في ذاك الوقت كان في حديث بيني وبين أحد المعنيين في القضية من جانب الاتحاد السعودي، أنه 2017 و2016 انتهت موضوع أني أرسل لك الخطاب، ترى هذا اللي وردني ودبر نفسك. الآن يعني أنت كاتحاد سعودي أنت دورك أنك تخدمني، ولازم تعرف أنه أنت اللي تخدمني مو أنا اللي أخدمك. أنت موجود هدفك أنك تخدم 16 نادي في الممتاز الآن ودرجة الأولى والدرجة الثانية، وتحميهم وخدمتهم تجي من ضمنها الحماية، أنك تحميهم. لا يمكن أنك ترسل لي وتقول لي رد على الفيفا خلال 30 يوم وبس أنا اللهم أني بلغت. طيب. ما في وترى الموضوع ما هو معقد، الموضوع يعني حتى تكلفته ما هي شيء، أنه نظام إذا رسلت الإيميل لك المخاطبة أنه بعد 20 يوم أنا بيذكرني أني أرسل لك تذكير وارسل لك وترى بيكون آلي ما هو محتاج ترى. طيب اذا كان الاهمال من الامانه. طيب. ما اطلعت ولا خاطر هنا 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 النقطه ابو محمد، انا وياك نقول نفس الكلام. طيب. انا اللي اقوله انت كاتحاد سعودي او كرابطه او كاي منظومه انت لازم تعرف انك انت جاي تخدمني وليس العكس، يعني مو دورك انك انت مو جهه صادر وارد، انت جهه تساعدني حتى لو انا ما اعرف كيف اتعامل مع الملف هذا ومحتاج مساعدة منك، المفروض يكون في عندك مختصين أني أقدر ألجأ لهم. في قضية الاتحاد أنا أعتقد أنه خطأ كبير، يعني ما أعتقد أنه الاتحاد السعودي بأي يعني حتى 15 سنة وراء أنه عاجز أنه يفرغ شخص فقط لمتابعة هل تم الإنجاز أو لا. يا أخي أقم عليه الحجة، أما أنك ترسل لي إياه وتقول خلاص أنا بلغتك إياه قبل 30 يوم. الأندية يا رجل إذا كان في نادي بيلعب ديربي ولا كلاسيكو اعرف أن النادي كله على رجل واحدة عشان المباراة هذه، فأنت وين دورك أنك تساعدني؟ وين دورك أنك تساعدني؟